لقبوها بالحصان الأسود وقالوا عنها من أجمل 100 وجه في العالم. ياسمين صبري بتتألق في صورها الأخيرة. في الساعات الأخيرة انتشرت صور للفنانة ياسمين صبري وهي بتقضي أجازتها وسط التلج، وجمهورها على السوشيال ميديا شارك الصور على مختلف المنصات وكانوا معجبين بيها جداً، خصوصاً إن هي بتظهر بجسم رشيق وستايل مختلف عن عادتها وبتقضي أجواء مميزة في أجازتها في سويسرا. الجمهور لقبوها في صورها الأخيرة بجورجينا العرب، خصوصاً إن في شبه كبير بينها وبين زوجة اللاعب رونالدو جورجينا. كمان ستايلاتهم قريبة من بعض وفيهم نفس الملامح ولون البشرة، لكن ياسمين صبري بتشوف إن كل واحد ليه شكله المميز وإن جورجينا نجمة كبيرة طبعاً، لكنها ياسمين صبري اللي مش شبه حد ولا حد شبهها، هي بتمثل نفسها. في الفترة اللي فاتت ياسمين كانت ترند بعد ما كانت ضيفة في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، واتكلمت عن حاجات كتير بتخص حياتها الشخصية وإن هي بتحب الرياضة جداً ومفيش عندها مشكلة مع الناس اللي بتنتقدها طول الوقت وبتحب تعيش في سلام. كمان اتكلمت عن سر جمالها وإنها عملت عمليات تجميل قبل كده ولا لأ، وقالت أنا عمري ما بلعب في شكلي ولا وشي ولا حتى بصبغ شعري، وإنها لما عملت عملية تجميل مرة واحدة وشها باظ وراحت شايلها على طول. ياسمين صبري بتقول أنا من الناس اللي لو غيرت حاجة في نفسي ببقى أوحش، وقالت إن الحلاوة بتساعد في الحظ لكنها بتضيع لو أسأت استخدامها، وإن هي بتتابع مشاهير كتير وبتحب تثقف نفسها طول الوقت وتاخد كورسات تنمية بشرية علشان بتحب تبعد نفسها عن لعنة الاكتئاب والتشاؤم. ياسمين صبري بعد ظهورها مع عمرو أديب اتصدرت الترند فترة كبيرة والناس أعجبت بشخصيتها وجمالها جداً وتابعوها أكتر على الانستجرام، لأن هي معروف عنها أيقونة في الجمال وبتمثل براندات عالمية كتير زي كارتير وغيرهم من البراندات المهمة، وبتشارك الناس أغلب الوقت صورها وهي في طيارة خاصة. وعلقت على موضوع الطيارة الخاصة مع أديب وقالت إن أكيد دي مش طيارتها وبتتمنى طبعاً لو يكون عندها طيارة خاصة بيها، لكن دي شروطها اللي بتكون مكتوبة في عقد أي شركة عالمية وهي بتعمل لها دعاية، إن يتبعت لها طيارة خاصة تاخدها، وبتكون الصور دي نوع من أنواع الدعاية للبراند مش أكتر. ياسمين صبري آخر أعمالها الفنية فيلم أبو نسب واللي حقق إيرادات عالية جداً من أول يوم، وحالياً هو بدور العرض في السينمات وبيشاركها الفيلم الفنان محمد عادل إمام. كمان علقت على سبب اختيارها النوع ده من الأفلام، قالت إن هي بتحب تختار أعمالها تكون مناسبة لكل الأعمار وإنها بتحب الأفلام العائلية والفيلم اللي المشاهد لما يدخله يحس إن هو غير جو ولو متضايق يفك ويضحك، وشايفة إن دي أجمل حاجة ممكن الواحد يعملها. فيلم أبو نسب هو تالت عمل فني بيجمع ما بين ياسمين صبري ومحمد إمام. أول فيلم ليهم كان جحيم في الهند اللي اتعرض في 2016، كمان شاركوا بعض في 2018 في فيلم ليلة هنا وسرور،